ولد عليه السلام في منطقة الأبواء، وهي بين مكة والمدينة، في الأواخر من شهر ذي الحجة سنة 128 من الهجرة. اسمه موسى وكنيته أبو الحسن، وأما علة تلقيبه بلقبه المشهور الكاظم فذلك لأنه الساكت وكاظم الغيظ عما لقيه من الظالمين ولم يسمع منه كلمة غضب. ويعرف عند الناس أنه باب الحوائج، وأن التوسل به مفتاح لشفاء الأمراض ورفع ما ظهر منها وما بطن. وأمه حميدة المصفات، وكانت من أشراف الأعاجم، وقد قال في حقها زوجها الإمام الصادق عليه السلام: حميدة المصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله وللحجة من بعدي. وكانت على قدر من الفقاهة والعلم بالأحكام والمسائل، حتى أن الإمام الصادق كان يأمر نساء المدينة بأخذ الأحكام منها. لما سئل الإمام الصادق عن مدى حبه للإمام الكاظم، كان جوابه: وددت أن ليس لي ولد غيره حتى لا يشاركه في حبي له أحد. وكان الإمام أعبد وأسخى وأفقه أهل زمانه وأوصلهم لرحمه، وكان أحفظ الناس لكتاب الله وأحسنهم صوتا في القراءة، فكان يبكي من يسمع صوته. صاحب السجدة الطويلة، أحد ألقاب الإمام الكاظم. لو بتكلم عن عبادة الإمام الكاظم ما راح أخلص، لكن بكتفي في رواية الشيخ الصدوق اللي يرويها عن عبد الله القزويني، قال: دخلت على الفضل بن الربيع وقال: أشرف على هذا البيت واخبرني ماذا ترى. إنه ثوب مطروح، انظر جيدا، بل هو رجل ساجد. أتعرفه؟ لا. هذا مولاك. ومن مولاي؟ تتجاهل علي؟ ما أتجاهل، ولكني لا أعرف لي مولى. هذا أبو الحسن موسى بن جعفر، إني أتفقده الليل والنهار، فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحال التي تراها. يصلي الفجر فيقف ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس. انتقلت الإمامة من بعد الإمام الصادق إلى الإمام الكاظم، وكان عمره 20 سنة، وامتدت إمامته 35 سنة، وعاصر 4 من الخلفاء العباسيين، أولهم المنصور الدوانيقي، وعاصر الإمام 10 سنوات، والمهدي العباسي، وأيضا عاصر الإمام 10 سنوات، ولكن في عهد المهدي بدأ سجن الإمام الكاظم وسجن الإمام، ولكن بعد فترة أطلق صراحة: مو حبا في الإمام الكاظم، لكن من ما رآه من معاجز وكرامات الإمام. وكان ثالثهم الهادي العباسي اللي عاصر الإمام سنة تقريبا، أخذ الإمام وحبسه بالسجن، لكن رأى أمير المؤمنين في المنام وتلا عليه هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله العلي العظيم. ولما انتبه من نومه عرف أمير المؤمنين شنو يقصد وشنو معنى الآية أن أطلق سراح موسى بن جعفر، وبالفعل أطلق سراح الإمام، لكن كانت تراوده نفسه أنه يبعيد ويسجن الإمام مرة ثانية، لكن هلك قبل أن ينال مراده. كان الرابع هارون العباسي اللي دخل المدينة وبكل جرأة راح إلى قبر رسول الله ويخاطب الرسول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله،
أني أعتذر على أمر عزمت عليه. شنو هالأمر يا هارون اللي قاعد تعتذر؟ أريد أن أخذ موسى لأحبسه. وأمر أن يقبضون على الإمام الكاظم وهو كان يصلي في مقام رسول الله. فلما وصلوا له وهو في حال الصلاة أخذوه والتفت على قبر رسول الله وقال إني أشكو إليك يا رسول الله، أشكو إليك ما يلقاه أهل بيتك من أمتك. وأقبل الناس من كل جانب يضجون ويبكون، وأتوا به إلى هارون وشتمه وجفاه وأمر أن توضع السلاسل في يد الإمام. وما يشجي الفؤاد أن الإمام المظلوم قد خيره الله بين نفسه وشيعته، فاختار شيعته حين قال: فخيرني نفسي أو هم، فوقيته. واستمرت معاناة الإمام الكاظم عليه السلام من سجن إلى سجن، ومن ظالم إلى ظالم، ومن طامورة إلى طامورة، حتى قضى وهو مرضوض الساقين. فالسلام عليك يا مولاي وعلى ساقك المرضوض.